الراجل المهندس محمد قنديل. احنا ماسكين التوسعه في محور مستورد هنا على الطريق الدائري، تمام، من نزله الخصوص لنزله مستورد. فالتوسعه ديت عباره عن كباري علويه، تمام، عباره عن كمر بريكاست، كمر بريست ريزد، وبوكسات بوكس سيكشن، تمام. التوسعه ديت هتفيد مصر في ازدحام حركه المرور ديت، فهي هتسهل على الناس حركه المرور، هتعم بالخير على مصر يعني، وعلى الزحمه المروريه دي هتخف الزحمه المروريه. مهندس محمد يحيى استشاري مشروع كوبري مستورد توسيع الدائري، استشاري شركه دكتور مكتب الدكتور فتحي سعد الدوليه للاستشارات الهندسيه. والله هو عم بنفع كبير جدا، لانه هيوسع الدائري القائم اللي هو بيخدم القاهره الكبرى كلها. بس هو في شويه مشاكل في المرور طبعا احنا بنعتذر للناس عنها، وشوية ازالات نتمنى الدولة تعوض الناس دي، وبس يعني هي دي المشكلة. بس والله بعض المقاولين متعبين شوية، بس الحمد لله يعني الدنيا بتمشي وكلنا مصريين وايد واحدة يعني ان شاء الله. يعني احنا بننزل هنا الشغل، بنشيل حديد، نشيل خشب، نشيل اسمنت، زي ما انت شايف كده بنصب اي حاجة بنعملها. هنبدأ الساعة 8 بنشطر الساعة 5. هيعود بالنفع ان طبعا الزحمه هتفك شويه والدنيا هتدور يعني. مفيش اي مشاكل بتواجهنا هنا في الموقع. والله ربنا يعين اللي بيعمل اي حاجه، بس احنا عايزين كشعب نحافظ على الحاجه اللي تتعمل، عايزين نقول للشباب ما ينامش يطلع يشتغل. انا خطيت 60 سنه وبطلع اشتغل طالما ربنا مديني الصحه.